عندي بها شفت فكرت في بلد زالي ايه هذا المتحف يشكل عند الشعب الصحراوي عامة نموذج عن التاريخ، نموذج عن الجهاد، نموذج عن الثورة الصحراوية من انطلاقها إلى يومنا هذا، ونموذج عن الدول اللي كانت أصلاً تعمل الخبث في تاريخنا وفي الحرب، وعن الدول اللي دعمت وشاركت مع المملكة المغربية في احتلال الصحراء الغربية. الاحتلال المغربي يعني لجأ إلى كل الممارسات الإجرامية بما فيها ذاك الجدار الذي يمتد لأكثر من 2700 كيلومتر والذي قطع أوصال الصحراء الغربية ليس فقط جغرافيا إنما أيضا إنسانيا. سمعنا إلى قصص كيف أن هذا الجدار حرم العائلات من أن ترى بعضها لعشرات السنوات، وذاك الجدار أيضا ما كان ليبنى لولا دعم معلن تقني في بداياته ومالي وعسكري من حلفاء الاحتلال ضد شعب لم يطالب إلا بأن يقول أو أن يمارس حقه في أن يقرر مصيره وحريته، وعلى العالم أن يلتفت إلى هذا الجدار لأنه إلى حد الساعة هذا الجدار على الجانب الصحراوي فيه أكثر من 3 ملايين لغم، والقانون الدولي يحرم الآن هذه الألغام المضادة للأفراد، ومع ذلك هذه موجودة ولا نسمع كلاما كثيرا حول هذه الجريمة ضد الإنسانية أيضا.